دلوقتي هنبتدي في عمل الميشنج للجزء الخاص بالتشيب نفسها. طبعا انا ممكن ان انا اعمل كونكت، يعني اضغط على الناحيه الشمال من الماوس من الجزء بتاع الايسم اللي هتلاقي السيت اب بتاع سي اف اكس، كان عمل هايلايتنج باللون الاخضر وبعدين بقى باللون الاحمر، فممكن كونكت بهذه الطريقه. لو انا عايز اشيل البرانش ده ممكن اقف عليه وبعدين رايت كليك يبقى ديليت، فمفيش مشكله. هاجي انا على الموديل هنا واقول له اديت، الايسم فتح الفايل في الجزء الخاص بالدومين الخاص بالتشيب، وهنتعلم ازاي نعمل كومبايننج بين التو دومينز الخاص بالتوينج تانك والخاص بالتشيب نفسها. طبعا احنا كنا خدناه كوبي اصلا، يعني احنا خدنا الفايل ده ككوبي من هذا الفايل. فخلينا نروح على الجيومتري والبورتس ونظهر السيرفيسز بتاعتنا. في هنا في الجيومتري هنا في الاجزاء المختلفه اللي موجوده عندي. لو انا زي ما عملنا قبل كده هنكرر الجزء مثلا بتاعنا الجيومتري 4 انا مش محتاجه ديليت. لو رحت لبقيه الاجزاء الثانيه، انا مثلا بالنسبه لهذا الجزء اللي موجود عندي انا مش محتاج غير ان انا اعمل بورت واحد بس هو الفري سيرفيس. ممكن اسميه اي اسم حتى فري سيرفيس 2. وبقيه الاجزاء انا في الحقيقه مش محتاجها، لكن ممكن استفيد ببعض الحاجات. مثلا على سبيل المثال انا لو اخفيت السيرفيسز واظهرت البوينتس الموجوده عندي، فممكن ان انا لو قست المسافه من هنا لحد هنا فدي هتمثل ال دبليو ال، فانا هكون محتاج الطول ده. هعمل كنترول سي وهكتب مثلا هنا ال دبليو ال اللي بيساوي كذا متر. انا مش محتاج غير هذه المعلومة من هذا الجزء الموجود عندي. ممكن لو انا بقى بقية الاجزاء هنا ممكن اقول له ديليت. كمان بالنسبة للجزء التاني اللي موجود عندي ممكن كمان اعمل ديليت، الحقيقة مش محتاجه. تمام، وادي الجزء الخاص بالسفينة اللي موجودة عندي، هو ده اللي انا هبتدي اشتغل عليه. هبتدي انا في البداية ممكن ان انا اعمل الاتي، ممكن الاول اعمل ديليت لكل البوينتس اللي عندي عشان اعمل ريبيلدينج، هكتب ايه وبعدين اعمل ديليت لكل السيرفيسز، اسف لكل الكيرفز اللي موجودة عندي، هكتب ايه وبعدين هعمل ريبيلد، وهختار ان التولرنس اللي عندي في حدود 1 مللي. لو عايز تولرنس تضيف مور ديجيتس هيبقى افضل، ولكن خلي بالك ان ساعات بيحصل مشكله والكود ما بيقدرش، لو زودت عدد الزيروز اللي عندك بيبقى بيحصل احيانا مشكله. بس قبل ما اعمل التولرنسز واعمل الريبيلد خلي بالك، لان انا ممكن التقاطع بين الفري سيرفيس وبين الشيب اللي عندي يؤدي ان هو يزود سيرفيسز، لانه هيقطع مور سيرفيسز بتبقى موجوده عندي. طبعا السيرفيس بتاعت السفينه تبقى زي ما هي، ولكن انا مثلا على سبيل المثال اللي انا اقصده انه مثلا افرض ان انا كان عندي مثلا هنا ده كله سيرفيس واحد، فممكن يتقطع يبقى تو سيرفيسز موجودين عندي، وده ممكن يعمل لي مشكله احيانا في المشي. فانا ممكن اجل الخطوه دي، لكن انا عايز اقسم البوكس اللي موجود عندي ده علشان خاطر ان انا في النهايه احصل على تو بورتس زي اللي عملتهم قبل كده. فهنروح الى الكيرفز وبعدين هنروح الى الانترسكت وهنختار السيرفيسز اللي هي ديت، وهختار كمان معاهم الفري سيرفيس اللي عندي. كل فري سيرفيس الغرض منه هنا ان انا بس اجيب التقاطع اللي موجود قدامك. ممكن انا اعمل له ديليت اصلا دلوقتي، انا مش محتاج اصلا الفري سيرفيس اصلا دلوقتي. طبعا
لكن الكيرفز اللي عندي ما زالت موجوده. تعال نعمل ريبيلدينج ونشوف هل هنحتاج له مره ثانيه ولا لا. انا هخلي التولرنس هنا واحد. هتبص تلاقي فعلا حصل ان هو قطع التو سيرفيسز الموجودين عندي بهذه الصوره. لو انا اخفيت السيرفيسز والبوينتس كل الكيرفات اللي بالاحمر دي معناها ان التقاطعات بتتم بشكل بيرفكت. طيب انا هخفي الكيرفز دلوقتي وهخلي السيرفيسز هي اللي تبان عندي، وهاجي على سبيل المثال هنا وهقول له كرييت بورت. فاكرين اللي عملناه قبل كده؟ هنكتب مثلا بوكس مثلا اب، ولكن هحط كلمه اس علشان يبقى للشيب، وهبتدي اختار السيرفيس ده والسيرفيس ده. ادي الجزء اللي انا اخترته. ممكن انا اخفيه دلوقتي تمام، وهاجي بوكس داون شيب علشان بس ابقى عارفه كويس. وكده كده هو في الحقيقه هيساعدني بشكل كبير سي اف اكس وانا بختار هذه السيرفيس عشان اختارها بشكل صحيح. واخترت هذا الجزء الموجود عندي. هختار هعمل سيمتري، ممكن اسميه سيمتري مثلا 2 لان كان في سيمتري خاص بالتوينج تانك، وكمان هخفيه. واقدر ان انا كمان اجي هنا ببساطة اجي مثلا ممكن اعمل ريندرينج واختار مثلا اعمل بورت اسميه ديك، اختار الجزء ده والجزء ده والجزء ده، وكمان هاجي اخفيه. كده بقى فاضل عندي الحاجة الوحيدة اللي موجودة عندي هي الشيب، وهاجي اعمل ممكن اسميه مثلا هاو، وهبتدي اختار كله بهذه الصورة. طبعا ما انساش دايما ان انا اعمل سيف للفايل. هبتدي دلوقتي ممكن ان انا اظهر كل الاجزاء المختلفة الموجودة عندي. ممكن اخفي السورسز وابين الكيرفز الموجودة عندي. هاجي هنا على كرييت بودي، هخلي بودي بس هديله شيب. معنى كده ان احنا عندنا 3 دومينز في المسألة. هختار اي نقطتين مناسبين بحيث ان هو يبقى فيه نقطة خاصة بالبودي وقع في المكان المناسب. هبتدي في الميشن بتاعي، هاجي في الجلوبال مش موجود عندي، وهحدد الماكسيمم اليمنت وليكن مثلا على سبيل المثال 20 سنتي. هنشوف كده مثلا سايز مثلا معقول، ممكن ازود لان انا في الحقيقه الاريا اوف انترست بالنسبه لي هي المنطقه بتاعه الشيب والمنطقه المحيطه بها اللي هيحصل فيها جنريشن للويفز دي اللي احنا هنعرف ازاي ممكن ان احنا نزود المش اليمنتس. طيب علشان اعمل ميشنج للسفينه بشكل صحيح عندي اكتر من طريقه ممكن ان انا اتبعها. وليكن مثلا الطريقه الاولانيه ممكن ان انا اجي على الكيرفز الاول، واجي ان انا الكيرفز اللي عندي اعلم على كل الكيرفز الموجوده عندي ديت، واديها مثلا ماكسيمم سايز. وليكن مثلا ماكسيمم سايز بتاعي مثلا هفترض مثلا ان هو 20 سنتي. ممكن اجي على الكيرفز و رايت كليك اختار تترا مش سايز عشان انا شايف طبعا ده حجم كبير بالنسبه لي السفينه نفسها الموجوده عندي. فانا ممكن اجي اختار مره ثانيه السفينه، ويمكن كمان انا اخترت الكيرفز اللي انا عملت لها كت عند الووتر لاين. السفينه اللي عندي طولها 7 متر و7 من 10 تقريبا. انا ريكومندد من وجهه نظري ان انت خلي السايز بتاعك تقريبا في حدود 1 سنتي يبتدي منه او اقل، لكن انا هنا في المثال بتاعنا هحاول ان انا مثلا هاخدها تقريبا مثلا 2 سنتي للتوضيح. هتلاقي ادي طبعا واضح مش اليمنتس حجمها اللي عندي طبعا بقى صغير. هعمل كومبيوت للمش
في الطريقة الأولانية أنا ممكن أبتدي من السيرفس مش، وهبتدي من الأول تريانجلز اللي هي على السطح اللي عندي، وده السبب إن أنا مش هكون عايز الكوات تبقى موجودة عندي علشان ما يتكونش البيراميدز. وإحنا قلنا في الفري سيرفس فلو زي حالة الشيب البيراميدز ممكن تعملني مشكلة، وهقول له الأوفررايد سيرفس. خلي بالك هنا ان لازم يكون عندك في حاجه اسمها باتش ديبندنت، عايزها تبقى انا شغال في الباتش ديبندنت. هو هيبتدي ان هو يعمل جنريشن للسيرفيسز بناء على السايز بتاع الكيرفس اللي انا عرفتها. وطبعا كنت لازم اعمل ريبيلدنج عشان اتاكد ان كل حاجه مظبوطه تمام. فهنيجي احنا نقول له كومبيوتر. بعد ما الكود خلص خلي بالك انه انا لو اتاكد ان السيرفيسز مخفيه، السيرفيسز اللي موجوده عندك ديت، خلي حتى الكيرفس نفسها مش موجوده، المشنج اللي حصل اللي موجود عندك ده للاسطح. انا هنا لسه ما عنديش اي فوليوم مش، يعني لو رحت هنا على المش هلاقي شيل ومش هلاقي فيه اي نوع من انواع الفوليوم مش. طيب الفوليوم مش اللي عندي عشان اعمل لها جنريشن، هعمل لها جنريشن ازاي؟ هروح على الجزء الخاص بالفوليوم مش، وهختار الكويك، وهتلاحظ ان هو هنا هيبقى الانبوت بتاعه هو الاكزيستنج مش. بعد ما الكود خلص هتلاحظ ان الفوليومز هنا ظهرت عندي. تعال نشوف شكل المش اللي عندي. طبعا اول ملحوظه هتلاحظ انه المش كورس في هذه المنطقه اللي المفروض فيها الفري سيرفيس اللي موجود عندي. فانا في الحقيقه في المنطقه ديت محتاج ان انا ازود عدد المش اليمنتس اللي عندي علشان اقدر اعمل نوع من انواع البريدكشن بشكل صحيح للفري سيرفيس اللي عندي. لو انا جيت على المش وقلت له كرييت شو كات بلان، ممكن اخلي السيرفيسز مش باينه واخليه في الاتجاه بتاع اكس 1 0 هنا تمام، وخلي حتى الكيرفس اللي موجوده عندي ظهر. لو انا علمت على الفوليوم وعملت حتى هنا ريندري وهقرب، هتلاحظ انه المش اليمنتس في المنطقه دي المفروض في الحقيقه تبقى مور فاين عشان اقدر اعمل بريدكشن بشكل جيد للويفز اللي هيحصل لها جنريشن. بس ده طبعا لسه ما عملناش البريزم ليرز الخاصه بالباوندري لير بتاعه الشيب، وارجو ان حضرتك ترجع للجزء الخاص بالاي او في الموجود علشان تعرف تفاصيل اكتر على الواي بلس اللي احنا قلنا عليه. طيب احل المشكله دي ازاي والمشكله بتاعه الباوندري لير ازاي؟ خليني الاول هقول له انا دلوقتي عايز هخفي الجزء ده موجود عندي. ممكن اعمل اروح على edit mesh هعمل delete لكل المش الموجود عندي و accept. طبعا قبل ما اعمل delete الطريقه ديت اللي احنا اتبعناها ان احنا بدانا بالsurface mesh وبعد كده بالvolume mesh ممتازه جدا. لو حضرتك عندك very complex geometry ايا كان الجيومتري الموجود عندي لطياره لعربيه لاي حاجه، فده ممكن هو يساعدني ان انا اقدر اعمل ميشنج بشكل جيد جدا لاي جيومتري مهما كان الجيومتري اللي عندي معقد. عيب الطريقه الثانيه اللي هي كنا احنا لجأنا لها قبل كده اللي هي بدخل مباشره على الفوليوم مش اللي هي الاوكتري، انها احيانا لو في بعض تفاصيل معقده ممكن يحصل لها ميسنج في الميشنج بتاعتي، ودي مشكله كبيره. عشان كده ممكن ان انا احيانا ما الاقيش نفسي قادر ان انا اقدر استخدم هذا الفوليوم مش دايما باستمرار. وارجو ان حضرتك ترجع للجزء بتاع الاي او في عشان تشوف ازاي احنا عملنا المش باستخدام الاوكتري. طيب ممكن انا اجي دلوقتي في هنا عندي اوبشن موجود في الايسم اسمه كرييت المش دانستي، ولو ضغطت على المش دانستي
ممكن ان انا اعرف المش اللي موجود عندي بحيث ان انا اجي في منطقه ما في الدومين الموجود عندي وازود عدد المش اليمنتس اللي عندي. فمثلا انا هفترض ان انا هبتدي مثلا باربعه، الريشيو مثلا هفترض انها 1.2 والويدث الموجود عندي 3، وتعالى نختار خلينا نظهر البوينتس الموجوده عندي، وتعالى نختار الاربع نقط دول اللي هم موجودين بالظبط عند الووتر لاين. عشان كده الكات ده كان مفيد جدا، فهتلاقي ان هو عمل ده بهذه الطريقه. تعالى كمان في نفس الوقت نيجي على اوكي، تعالى كمان نيجي على الجزء بتاع البريزم ونقول له هعلم على البادي بتاع الشيب الموجود عندي ايه تاني. ده الجزء ده هو الدومين نفسه الكمبيوتيشنال دومين. طب ايه تاني انا محتاجه؟ الهاب. ممكن ناخد معانا الديك، ولو اننا في الحقيقه مش محتاجينه، بس علشان خاطر احيانا بيحصل بعض المشاكل والكواليتي بتاعت البريزم لايرز بتبقى مش كويسه، فممكن انا اخده معايا في الاعتبار تجنبا لبعض التشكل احيانا للبيرمتس او لبعض المشاكل، فممكن انا اخده معايا، او الكواليتي بتاعت البريزم لايرز ممكن تتاثر. الحقيقه الكواليتي مهمه جدا بتاعت المش بصفه عامه، لابد ان احافظ على كواليتي عاليه علشان خاطر ده بيأثر على الحل بتاعي. انا هبتدي الهايت اللي موجود عندي حل من 2. ممكن انا ابتدي ب البريزم لايرز مثلا لو انا عارف القيمه بتاعتها الهايت ريشيو دي بدات عند السيل الاولانيه الهايت فور ذا فيرست سيل، المفروض ان دي التارجت بتاع مثلا على سبيل المثال الواي بلس اللي عندي بيبقى مثلا قيمته بتساوي 1، او تارجت قيمه معينه 30 او 50 بالنسبه للواي بلس، وارجو ان حضرتك ترجع لي الجزء الخاص بالاي يو في علشان تشوف بالظبط ازاي ممكن ان احنا نحسب هذا الجزء وتاثير ده على التربلانس موديل لو انا هستخدم الوول فانكشنز او انا هستخدم النير وول تريتمنت. الريشيو 1.2. اللايرز طبعا اتكلمنا في موضوع اللايرز الموجوده عندي، انا ممكن يبقى عندي عدد من اللايرز 20 واكثر ربما. انا هكتفي بس هنا في المثال بتاعنا بعدد اللايرز اللي عندي يبقى 5، وهاخد كمان بالنسبه للديك نفس السيتنج. وهقول له apply dismiss، وهبتدي من تاني. ابتدي الاول اعمل surface meshing، بس هتاكد ان انا كله old try وان انا عندي patch dependent، مهم جدا الاوبشن ده. هقول له compute. الكود خلص ال surface meshing، هروح بعد كده على الخطوه بتاعت ال volume mesh، هختار ال quick. هنا بقى ممكن اقول له create the prism layers عشان يعملها بعد ما يخلص، واتاكد ان الاكزيستنج مش موجوده عندي، وهقول له كمبيوتر. بعد الكود ما خلص تعالى نختبر المش بتاعتنا. ممكن ان انا اول حاجه ان انا شول كات بلان. لو بصيت على الفوليوم مش عندي، فانا في الحقيقه بحاول بقدر المستطاع ان انا اتجنب وجود البيرميتس، خاصة البيراميدز اللي هتبقى موجودة عندي في منطقة الفري سيرفس، لأن في الحقيقة وجودها بيأثر كتير على شكل الفري سيرفس الموجود عندي، فأنا بحاول بقدر المستطاع إني أتجنب وجودها. يمكن هنشوف إن شاء الله لما نعمل سيميوليشن باستخدام ربما أنسس فلويد وجود البيراميدز إزاي ممكن يأثر على شكل الفري سيرفس اللي بيبقى موجود عندي. يمكن لو خدنا فكرة سريعة عن أنواع المش إليمنتس اللي ممكن أنا أستخدمها في السي إف دي. اولا هو ده البيراميدز اللي انا بقول لحضرتك الاليمنت بيكون بالشكل ده، اللي بقول لحضرتك ان حضرتك تتجنب وجوده بقدر المستطاع في منطقه الفري سيرفيس، لانه بيأثر كتير جدا على شكل الفري سيرفيس البروتكتد باي سي اف دي.
يمكن الجريد ممكن تكون structured grade، لو كانت 2 dimensional ممكن تبقى quadrilateral بالطريقه دي، لو كانت 3 dimensional grade ممكن تكون hexahedron بالطريقه دي، لو unstructured grade لو 2 dimensional ممكن تكون quadrilateral او ممكن تكون triangle او ممكن تكون mix ما بينهم هما الاثنين. في 3 دي التتراهيدرون اللي احنا بنستخدمه باستمرار ده البيراميدز، ده هو البريزم وده هو الهكساهيدرون الموجود عندي، وممكن يكون اي اربيتري بوليهيدرون باي شكل تاني موجود عندي. خلينا نبص على الفوليوم ميش الاول بتاعتنا، وهل حصل طبعا احنا اضفنا دينستي، فلو حضرتك بصيت هنا على الكيرف في دينستي هنا واضح ان انا في المنطقة اللي أنا زودت فيها الدنستي حصل نوع من أنواع، كان باين كده بشكل أحسن، حصل نوع من أنواع التحسن هنا في هذه المنطقة نتيجة إن أنا أضفت الدنستي اللي موجودة عندي، ممكن أزود مجموعة من اللايرز أكتر بحيث إن أنا أقدر أحصل على نتائج أفضل للفري سيرفيس الموجودة عندي. طيب أنا دلوقتي لو هخفي الكات بلان الموجود عندي وعايز البيراميدز اللي عندي ممكن تظهر، ممكن كمان مش عايز اشوف شيلز، هتلاقي البيراميدز الموجود عندك موجوده في هذا المكان. طبعا دي ممكن تعمل لي مشكله كبيره. طيب ممكن اتخطى المشكله ديت ازاي؟ ممكن ان انا اعمل الاتي، هعمل ديليت مره ثانيه للمشي الموجود عندي، وهروح اعمل المش، بس هظبط هنا حاجه، ممكن ادي التوتال هايت بتاع الباوندري لين، وبرضه هطلب من حضراتكم انك ترجع للمثال بتاع الاي يو في علشان تشوف ازاي ممكن اجيب التوتال هايت للباوندري لير، التوتال تيكنس بتاع الباوندري لير ممكن اجيبه ازاي. انا هفترض ان التوتال تيكنس بتاع الباوندري لير هنا مثلا على سبيل المثال للتبسيط ان هو 2 سنتي. طبعا حضرتك تقدر ترجع بمنتهى البساطه للجزء اللي انا شرحته قبل كده في الاي يو في، ازاي ممكن اجيب الهايت للفيرست سيل وازاي ممكن اجيب التكنس الباوندر لير. فانا هعمل الباوندر لير كما لو كانت طبقه واحده وبعد كده هعمل لها سبليت، فانا كده عندي ده الهايت بتاع الباوندر لير الموجود عندي، ده الريشيو لانها طبقه واحده وانا عندي لير واحده، وده هيكون ابسط على البرنامج ان هو يعمل نوع من انواع الجنريشن للبريزم. هقول له ابلاي دسمس، هبتدي برضه من هنا مره ثانيه وهعمل كومبيوت. طبعا لاحظوا حضراتكم انه الوقت اللي انا باخده علشان اعمل فيه الميشنج وقت بياخد وقت محترم لو ضغطت على شيلز، وده مهم جدا علشان السيميوليشن بتاعك، ما تستعجلش وانت بتعمل الميش بتاعك. بعد كده هنبتدي نعمل الفوليوم ميش، اتاكد ان احنا اخترنا كويك كرييت بريزم لايرز، هنقول له كومبيوت. بعد ما الكود خلص لو دققت النظر هنا عشان اخلص من المشكله بتاعت البيراميدز، هلاقي انه البريزم لايرز اللي عندي اتكونت كما لو كانت طبقه واحده بس. هروح على اديت مش سبلت مش سبلت بريزمز الموجود عندي، بريزم فوليوم بورتس البودي هو دي البريزم الوحيدة الموجودة عندي، في عندي فيكسد ريشيو وفي عندي فيكسد انيشال هايت. طب انا طبعا انا عارف الفيكسد انيشال هايت الموجود عندي هو على سبيل المثال 0001، وارجو انك ترجع للجزء الخاص بالاي يو في في هذا الجزء اللي عندي، والنمبر اوف لايرز للتبسيط هنا هناخده ان هو 5. خد بالك لو انا عملت انفورميشن مش انفورميشن قبل ما اعمل الحكايه دي، فهتلاقي مثلا ان توتال مش اليمنتس اللي عندي حوالي 733,000. لما انا اعمل ابلاي هيعمل سبليتنج، هتلاحظ ان في تغيير هيحصل دلوقتي اهو. طبعا هو قسم اللايرز اللي عندي بحيث ان اول واحده تبقى بارتفاع انا قلت عليه. هو طبعا في الحقيقه انا محتاج طبعا عدد اكبر من اللايرز علشان التقسيم يكون او الترانزيشن يكون افضل، وممكن اقول له اندو.
وبعدين اقول له لا انا مثلا عايز العدد مثلا يكون افضل من هذا العدد، يكون مثلا هناخد اللييرز اللي عندي تبقى 10 لييرز، فهتلاقي التقسيم والترانزيشن هيكون افضل في هذه الحاله. لكن انا لو رجعت فايل مش انفورميشن هتلاقي العدد اللي عندي بقى دلوقتي حوالي 1,300,000 element. فطبعا مجرد السبلتنج اللي انا عملته زود بشكل كبير جدا عدد المش اليمنتس، بالرغم ان انا لسه في الحقيقه محتاج ازود المش اليمنتس بشكل اكبر على السيرفس زي ما انت شايف. لا انا محتاج كمان مش اليمنتس اكتر عشان اوصف السيرفس بشكل احسن. خلينا ندي شويه ملاحظات برضو على هذا الجزء قبل ما نروح على سي اف اكس. هفتح هنا الجزء الخاص بالتومينج تانك. لو جيت على الانفورميشن مش انفورميشن هتلاحظ ان عدد المش اليمنتس الموجوده عندي حوالي 44,000 مش اليمنت، مقارنه بنفس العدد بالعدد القصدي الموجود للخاص بالسفينه هتلاقي طبعا فرق كبير جدا. ورغم ان انا خليتها فيري ريجولر عند الفري سيرفيس، طبعا ممكن الهايت بتاع البريزم لايرز بدل ما يبقى 21 سم ممكن تخليه 10 سم وتشيك على النتائج بتاعتك بالنسبة للبروتكتد فري سيرفيس للسفينة الموجودة عندي. حاجة تانية برضو مهمة، ممكن ان انا اخلي البوينتس اللي عندي تظهر، وممكن اجي هنا تشيك على اللوكيشن البوينت اللي عندي، فهلاقي ان البوينت الموجودة عندي هنا عند 0 0 و0 تقريبا، يعني ده تقريبا في 10^5، وكل هذه الارقام تقريبا بالزيرو، فانا كده كلامي كله مظبوط. يمكن انا لو بصيت هنا على شول كات بلان، لو خليت الاكس باين عندي وخليت الفوليوم اللي عندي يظهر، اللي يهمني جدا في الموضوع وهو انه ان المش اليمنتس في منطقه الفري سيرفيس تبقى فيري ريجولر، وده فعلا اللي حاصل في الموضوع هنا. طبعا ممكن تغير الهايت بتاعها، ممكن تغير السايز، لكن اعتقد ان هي هتعمل بريدكشن بشكل جيد ومقبول في هذه الحاله. هنروح على سي اف اكس بعد ما احنا خلصنا هذا الجزء. طبعا هتلاحظ ان سي اف اكس حاطط علامه استفهام ولسه ما نقلش المش. لو عايز اتاكد اديت، هتلاقي بس في دومين واحد، انا محتاج الدومين التاني، هروح انا هقفل ده انا مش محتاجه، وهروح على الجزء بتاع الشيب. هنعمل زي ما اتعلمنا قبل كده، هنعمل ابديت من البرودكت نفسه. لو انا ما لقيتش الكود اللي عندي عمل البريزم لايرز، فانا هروح على المش الجزء الخاص بالبريزم لايرز او الكمبيوت، وبعدين هعمل السبلتنج مرة تانية وخلاص مختار نفس السيتنج الموجودة عندنا اكسبت اي، وهروح على سي اف اكس. هلاقيه بيطلب مني ان انا اعمل ريفرش للسيميليشن، هقول له يس. هتلاحظ ان سي اف اكس عمل بعد ما عمل ريفرشنج للبروجكت ان هو عمل قدر ان هو يقرا الدومين الخاص بالشيب وسماه ايسم داش 1.mesh. طبعا انا عايز حضرتك تلاحظ انه البريزم لايرز موجوده. كمان حاجه ثانيه ان احنا نتيجه ان احنا حطينا دينستي عند الووتر لاين هنا كمان حصل ريفايننج للمش. لو انت عايز اكتر تعمل ريفايننج اكتر، ممكن تصغر الدنستي الموجوده عندك، ممكن تصغر السايز بتاع المش اليمنت في الفيس ده وفي الفيس ده، وهتلاحظها يمكن بشكل واضح جدا في الايسم. هتلاقي فعلا البريزم لايرز اتكونت، وكمان هتلاحظ كمان انه الدنستي اللي عندي قدرت فعلا انها تعمل كلاسترنج للمش اليمنتس وتزود من عدد المش اليمنتس وتصغر من حجمها في المنطقه الخاصه ب
الووتر لاين. فارجو ان احنا يعني ناخد بالنا جدا من الحاجات دي. طبعا احنا محتاجين مجهود اكبر في الحقيقه وعدد اكبر من مش اليمنتس في منطقه الفري سيرفيس الموجوده عندنا وعلى السطح بتاع السفينه عشان البريدكشن بتاعنا يكون احسن. ملحوظه مهمه واخيره بالنسبه للجزء الخاص بالباوندر لاير عشان نقدر نعمل ريزولف بشكل جيد للباوندر لاير سواء كان باستخدام اللوجاريتميك بيزد وول فانكشنز او النير وول ريزولفنج ابروتش وقيمه الواي بلس في كل حاله. ارجو ان احنا نرجع للجزء الخاص ب الاي او في اللي انا شرحت فيه بالتفصيل ازاي ان احنا ممكن نعمل ريزولفنج للباوندري لاير وايه اللي بيحصل بالنسبه للتربلنس موديل. ممكن حتى انا اشرت في هذا الجزء الى ان احنا ممكن نلاقي الموقع اللي قدام حضراتكم بنعمل فيه الواي بلس كالكوليتر بحيث ان احنا نقدر نعرف الفيرست سيل هايت قد ايه وكمان الباوندري لاير ثيكنس ممكن يكون قد ايه. في الخطوات اللي احنا عملناها ديت احنا دلوقتي خلاص اصبحنا جاهزين ان احنا ننتقل الى مساله النيوميريكال سيت اب والاعداد ان احنا علشان خاطر الموديل بتاعنا يبقى جاهز لعمليه السولفنج والبريدكشن للريزيستنس والويفز جنريتد باي ذا شيب.